طبعا طبعا هي المبادرة دي معا لتجميل بلدنا، هي بادية من رئيس جامعتنا أستاذ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي. صراحة هو إدارة الجامعة إدارة متميزة، وحاسين إن إحنا مش في جامعة أو في مصلحة حكومية، إحنا في بيتنا في بلدنا. فأنا اتكلمت مع سيادته إن إحنا إيه رأي حضرتك إن إحنا نحاول نزرع أو ننمي، مش نزرع طبعا، هي مزروعة عند أولادنا كلنا، ننمي روح المواطنة وحب البلد من خلال لما هم يجملوا الحوائط وكده، فهم هيبقوا حابين المكان اللي بيعملوه، وزمايلهم اللي مش بيرسموا طبعا هيتأثروا بالشكل الجمالي ده، وكل واحد هيحاول طب أنا أعمل إيه عشان أبرز إن أنا بحب بلدي. ده كله طبعا جاي ما شاء الله الرئيس السيسي كل يوم في مكان، وكل يوم مشروع جديد. عايز أعمل حاجة، أنا كمان عايز أعمل حاجة، جامعتي عايزة تعمل حاجة، فأنا تربية فنية، أنا تخصصي أصلا تربية فنية، فخدت موافقة من السنة اللي فاتت إن مشروع البكالوريوس بتاع الفرقة الرابعة نعمله للمبادرة دي. والصراحة لقينا تحفيز وتشجيع جامد جدا من المحافظ سيادة اللي هو جمال نور الدين، والسادة نواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس عندي في قسم التربية الفنية، فكان تشجيع جامد. الولاد كانوا قلقانين شوية، قلقهم جاي منين بقى؟ هل سمعني؟ فمعاكي يا فندم. قلقهم جاي إن هم ممكن هم أغلبهم بنات، ممكن حد يعكسهم وهم شغالين او كده، فبدات ان انا اخرج معاهم بنفسي. الشعور اختلف تماما، انا فوجئت، انا نفسي فوجئت والله. الشعب واعي، مجتمع كفر الشيخ مؤدب قوي، يعني اقول لك ايه، 99% ناس بيشجعوهم سواء كانوا شباب او ستات كبار او رجاله. في يوم انا كنت رايحه الكليه، وبعدين جات لي مكالمه اسعدتني قوي، حسيت ان الدنيا جميله والله، ايه بقى المكالمة يا دكتور؟ من حد ما اعرفوش. فلقيت دكتوره طبيبه بتتصل بيا، انا بشكر حضرتك جدا جدا، ايه الجمال ده، انا كل يوم بعدي على الولاد وهم بيرسموا، مش عايزه اعمل حاجه بس كنت ببقى متاخره على الهيئات. امبارح قررت ان انا هنزل لهم، ونزلت اتصورت معاهم ونزلتها على صفحتي على الفيس، ومن فضلك ادخلي شوفيها، لقيتها كاتبه كلام رائع. الولاد جالهم شغل، في كتير جم قالوا لهم احنا عايزينكم تساعدونا في عمل الديكور المحلات بتاعتنا والبيوت بتاعتنا. هي فن